Welcome dear student, we taking future in the past. نحن الآن راح نحكي عن المستقبل في صيغة الماضي. لتحويل أي زمن جملة من المستقبل الحالي إلى الماضي، أول خطوة نحول الأفعال المساعدة بالزمن الحالي إلى ماضي في الزمن مستقبل الماضي، ونحول الفعل الرئيسي بالجملة إلى ماضي. فعند مثلا إذا الول إلى ود والكان إلى كود وهكذا. نيجي نشوف الجدول، هذا كلش مهم. احنا اخذنا الزمن الخمس ازمنة اللي هو فاعل will مجرد تكملة. شوف بالحالة will تتحول فقط الى would، يعني will تتحول الى would. هذا مستقبل حالي وهذا مستقبل بزمن الماضي. is are am تتحول الى was were، الباقي نفسه. I he she اتاخذ is I we you they we are they we you تاخذ are I تاخذ am I he she تاخذ was they we you تاخذ were، يعني يعتمد على الفاعل. أيضا هنا is are am أيضا تتحول إلى was were. going to ثابتة، going to ثابتة والفعل مجرد يبقى كما هو، ما لي علاقة. going to زائد المجرد يبقى كما هو، ما إلى أي علاقة. will be تتحول إلى would be، شوف البي تبقى نفسها، فقط الول تتحول إلى would. الفعل المضارع يتحول إلى فعل ماضي، البيس إلى باست، بيس إلى باست. I will، شوف لاحظ تحويلها. I will study، هذه مستقبل بسيط، مستقبل بسيط، مستقبل حالي، فقط حولت الول إلى would، تحول مستقبل بصيغة الماضي. I'm going to study، فقط حولت am إلى I was، تحولت إلى was، تحول إلى صيغة الماضي. am تحولت إلى was صيغة الماضي. Rewrite the sentence using the future in the past، استخدم المستقبل في صيغة الماضي. شوف جملة طويلة أنا ما لي علاقة بها، شنو المطلوب هنا؟ future in the past، future in the past مستقبل بصيغة الماضي. أجي الفعل المساعد am أحوله إلى I was، انتهى. 2 my employer says، الفعل says هذا بيس، العفو مضارع بسيط، أحوله إلى ماضي بسيط said. الول تتحول إلى would، الباقي نفس الشيء. ثالثا is تتحول إلى was. this فقط انتبه، this تتحول إلى that. this بالجملة المستقبل الحالي، عندما أحولها إلى الماضي أحولها إلى that. أيضا هنا شوف I know the class start the summer، future in the past حدد لي مستقبل بصيغة الماضي. فقط أجي على الفعل، لأن يعني ما عندي فعل مساعد، إذا أجي وين؟ على الفعل أضيف إيدي started. شوف خامسا am تحولت إلى was، الول تحولت إلى would، موضوع بسيط جدا جدا جدا. الام تحولت إلى was وهكذا. شوف هذا جايب سنة سنين السابقة، I am going to learn Chinese، خلينا ننتبه ل 2015 2017 جاية. am going to learn Chinese قايل لك future in the past، بس تخلي was بدل am تحولت إلى was. I now شوف هنا عندي فعل، ما عندي فعل مساعد، حولته إلى الماضي مال now يعلم إلى new، والwill تحول إلى would، موضوع جدا بسيط. هنا شوف جملة أيضا is تملك، معناها is، معناها is هنا تحولناها إلى was انتهى. أيضا هنا is تحولت إلى was انتهى. شوف هنا عندي فعل thinks حولت إلى thought، الول تحولت إلى would، الول بالجملة الرابعة شوف تحولت إلى would، won't تحولت إلى didn't. انتبه لهذا شوية اختلاف في المعنى، هي will not بالمستقبل الحالي تحولت إلى ماضي didn't، هاي شوية انتبه لها، هاي فقط اختلاف، هاي جاي بال 2017 فقط، هذه الجملة اللي هي بها شوية اختلاف. ايضا هي شوف ذا انترنت كونكشن وول فقط احولها الى ود انتهى. كان تتحول الى كودنت، كانت الى كودنت بسيطه. شوف تتحول الى ويا، ام تتحول الى واز، از تتحول الى واز. شوف نفس الجمله تنزلها، فقط تحول مستقبل حالي الى مستقبل في صيغة الماضي. الجدول اللي حطيناه شوف underline the correct form of the verb، ضع خط تحت الفعل الصحيح. نجي نشوف اذا انتبه الى الفعل، اذا الفعل بزمن الماضي مثل شوف هاي الجملة decided
منتهي بإيدي الفعل، معناها ماضي. شوف دلائل الماضي، دليل على الماضي بالجملة، ما أخلي becoming خطأ، اللي هو was going، become ماضي من خلال was، من خلال was. thought اللي هي جاية من think، thought جاية من think، أخلي زمن الماضي ما أخلي likes خطأ. شوف هنا can't مضارع، أخليها is starting، ما يصير was starting، هاي دليل. had to ماضي، أخلي had to. I now الماضي مالها in you، فقط ال O يتحول إلى E، لأن أنا حافظ الأفعال راح أحولها will be sleeping. طبعا أنا أنتبه إلى هذه الأشياء الموجودة داخل الملزمة لأن هي اللي تجي بالامتحان. أيضا هنا in my old job، زمن ماضي old job، إيدي وليس إضافة stars من خلال هذا. شوف جاي 2016. أيضا هنا volunteer promised، promise قلنا think، promise تستخدم وياها will، think promise تستخدم و hope تستخدم وياها will، وإضافة هنا ed معناها would، معناها would، معناها would وليس was. شوف اثنيناتهم بالماضي لكن من خلال الفعل يوعد promised، استخدمنا would بهاي الشهر بال 2016 جاية. promise شوف استخدام will، ولأن الصيغة بالماضي استخدمنا ايدي. write well this definition، اكتب تعريف لهذه الجمل. a computer program، program spreadsheet جدول بيانات، spreadsheet program spreadsheet كلمة معناها a place مكان، venue مكان، improve enhance يعزز يحسن، organization منظمة، charity منظمة مؤسسة، talk chat يتحدث، talk يتحدث، chat هم يتحدث أو دردشة كيف. complete the sentence with the suitable word from the book، أكمل الكلمات بجمل من الصندوق. طبعا أكو دلائل على هاي، سؤال تسقيط كلمات، سؤال تسقيط كلمات. librarian مكتبي، medical طبي، enrolls يسجل، surprise يشرف، conference. I'd like train as because I love books libraries، libraries مكتبات، إذا يناسبها librarian مكتبي. she's student she should qualify doctor medical طبي، ويا الطبي. chorus فصل، chorus enroll يسجل في الفصل. manager مدير، supervise يشرف. conference attendant، attendant conference attendant. عندكم هاي القطعة أيضا مطلوبة، using the library استخدام المكتبات. طبعا أسئلتها معها. astounded أيضا هنا كلمة معناها astounded، surprised. body language how you sit and move. appropriately بشكل مناسب، in the correct way، since because، pay off bring the right results. نجي الدراسة أثناء عملك تستحق كل العمل الشاق. studying while you are working is worth all hard work. to study while you are working is something great and worth all hard work because both studying and working important in our life. studying so important period of life it helps to get academic degree. many people work to earn their living but they need improve their job skills or to get a chance to change into better job so they should register in some courses and studies as much as they can. some people are forced to study and work the same time but it's not easy to do that. they need work for their personal need or have to separate their families. they work after taking their classes they faces some difficulties. they may focus on their study because they come home late and tired.
tired العفو. Good studying needs enough time with the relaxation used people can balance between them, but this need patient and hard work towards great goal. ايضا هنا نموذج عن الاسئله للوحده السابعه موجوده بالملزمه والى هنا تنتهي الوحده السابعه. Thank you students. Dear students.